السلام عليكم، معكم عادل. رجعت لكم بحلقة جديدة ارت ماينرز. ثواني بس خلونا نقرب بس المناسبات. ايوه كذا. طيب خلف الكواليس اشتغلت على القلعة هذه وخلصتها ولله الحمد. زي ما انتم شايفين اشتغلت للباب القلعة، واشتغلت الجدار اللي هو هذاك، اشتغلت على هذا، واتوقع اني ما وريتكم اني اشتغلت على هذا. فالزبد ان اذا ما وريتكم فخلاص خلصت القلعة. اللهم انه باقي لي ان اضبط الارضيه واضبط المباني واحط لي هنا مباني والحركات، وبعدين عاد بكون خلاص يعني خلصتنا المشروع كامل. فيا طيب اعطونا رايكم على الباب هذا. والله ما ادري طلع عندي بالحظ، وعدلت عليه، حاولت اني بقدر المستطاع انه يطلع شكله كويس، بس هذا هو اللي طلع الشكل النهائي. فاعطوني رايكم هل هو كويس ولا لا، واذا انت عندك اضافه يعني تبين اغيرها او اني اضيفها في الباب هذا اعطوني رايكم بالكومنتات. طيب اضفت هنا، عندنا هنا شيئين، ضايف هنا باب وهنا باب. الباب او البابين اللي هنا فائدتهم ان ايش؟ اني ارقى فوق اللي هو على اللي هو على الجدار فوق، فهذه فائده البيبان. بس هنا مشكلتي عندي سكلتون، ان شاء الله انه ما يطلع لي كريبر. تعال تعال ايوه كذا، ايوه كويس. طيب الممرات اللي هنا راح يكون هنا فيه زي السلم يرقينا على فوق، واذا رقينا على فوق راح نطلع وراح نمشي على السور القلعه. فودي اني اوريكم فوق عشان اوريكم المساحه والاشياء اللي طلعت معي. زي انتم شايفين هذه هي اللي يسمونها الطرق اللي هو حقه القلعه. من هنا طريق، كله نفس التصاميم بالضبط، نفس التصاميم. بس هنا عندي يسمونه عندي هنا غلطة بسيطة، مو بغلطة اللي هو إضافة نسيت أضيفها، اللي هو هذه ستيرز فوقها سلاب، هناك ما ضفتها، وتوقع بعد الجدران كلها ما ضفتها، لأن هذه الإضافة خليتها في الأخير. وصح بعد نسيت شيء، خلونا أوريكم عليها. والله اشتغلت طبعا خلف الكواليس أشياء كثيرة على القلعة هذه. اشتغلت اللي هو هذه حقت يسمونها الأبراج. أعطونا رأيكم هل هو كويسة ولا لا، اللي هو هذا الشكل. في الحلقات الماضية ما اشتغلت عليها، بس حاليا اشتغلت وهذه هو اللي طلع معي. طيب خلوني اوريكم على شيء، باخذ رايكم بعد على شيء، اللي هو الممرات حقات القلعه اللي هم من تحت، مو من فوق. الممرات اللي تحت اللي هو هذه، ابغى اخذ رايكم وش احط الارضيه بالدل الجراس هذا، وكيف يعني احط الانوار، يعني احط على كاربت على شكل كاربت، او احط على شكل يسمونه جلستون فوق. لان اذا حطيت على جلستون ترى ما راح اقدر اني احط جلستون، عشان يسمونه فوق ما عندنا شيء انه يخرب على فوق، ففوق عندنا فاضي، فبيمدينا ان نحط فيه جلستون. طيب بامكاننا بعد ان نحط اللي هو الشموع زي كذا. فانتم اعطونا رايكم وش نحط بالشكل هذا. اذا شفت راي واحد كويس ولا عجبني يعني فكرته وكذا، راح اخذ فكرته، وباذن الله راح اخلصها خلف الكواليس، وبعدين ارجع لكم واتكلم عن الشخص اللي اعطاني الفكره هذه. فيا طيب نسكر الباب. ايوه كذا كويس، كذا كويس. طيب هذه الحلقه راح نشتغل على مشروع بمنطقتي، او يعني تقدر تقول انه مشروع اللي هو الطرق. راح اشتغل على الطرق بمنطقتي. زي ما انتم شايفين حاليا ما عندي اي طريق وصل للمباني اللي عندي بين القلعه والسمونه المبنى الافران والبيت الرئيسي حقي والطاحنة. فما عندي اماكن انا شو اقول لكم توصل يعني طرق لهم. فحاليا راح اشتغل على الطرق معكم، مو يعني تقريبا دقيقتين معكم وباقي ريبلاي. بما اني يعني عجبكم بالحلقه الماضيه، وفي الحلقه الماضيه طلبت منكم ان تعطون رايكم على المود هذا، فاغلبيتكم ان عجب المود، وبعضكم اعطاني نصائح يقول ثبت الكام لا تحركه وكذا. ف راح اضبط يعني تو هذه اول مره يعني، فراح تكون فيها اخطاء وكذا. فالمرات الجايه راح تتطور اللي هو التصوير بالريبلي مود، وبعد عاد خلاص راح يكون فيري فيري نايس. طيب الطرق، خلونا نفتح بس الجست هذا. راح نستخدم فيه اللي هو اندي سايت، وراح نستخدم كورس ديرت، وراح نستخدم الليفز، وعندكم هنا الفنس والسمونه سلاب اللي هو بريك ستون، لا سلاب بريك سلاب براك ستون بريك سلاب. والله قبل شيء عكست امها. طيب جيب كذا 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 كذا، نجيب من كل نوع ستاكين. طيب عندك كذا وعندك هذا ستاك، وجيب لي كذا. ايوه كذا كويس. راح نستخدم الاكس، ما راح نستخدمه في الشغله هذه، والسيف ما راح نستخدمها. راح نستخدم الفنس والاندي سايت، واندي سايت حطه كذا. طيب هذا حطه كذا، وهذا حطه كذا. طيب تقريبا كم نوع
اوه عندنا اوكود اوكود يجيب اوكود هنا كذي ونحلل الاوكود ونجيبه بالشكل هذا كذا. طيب زي انتم شايفين هذا راح يكون الطريق راح يكون بين كل الانديسات هذا والانديسات هذا راح يكون بينهم اللي هو الليفز وكذا عاد تصير الليفز كذا وبعدين عاد ترقى ترقى وبين انديسات وانديسات يكون بينهم ليفز ويكون بين الانديسات الثاني الاول والثاني يكون بينهم بعد اللي هو يسمونه فنس فزي كذا. واذا جاني على شكل درج راح احط فيه اللي هو سلاب اوكود وبس يعني بتكون بعد الكورسيرت على اليمين بالشكل هذا. فطيب خلونا نشتغل في مكان موحد او مو مكان موحد بمبنى نبدا فيه. فافضل مبنى راح نبدا فيه اللي هو هذا. طيب عندنا اللي يسمونه وشو راح يكون طيب كم 1 2 3 4 تقريبا ما يقارب 4 يا اخ والله يلب الريف يا اخي الريفي بامكانك ان الطرق ما تهتم فيها ان المساحه وكذا ما تكون مرتبه. فنشيل اللي هنا ونشيل هذا شويتين فخلونا نشتغل بسم الله الرحمن الرحيم. بس نشيل الشموع وطيب نكسر كذا كذا كذا. وش رايكم لا شيل هذا شيل هذا مو بلازم نبدا من هنا نبدا من هنا ايوه من هنا من هذا الرقية كذا تقريبا من كذا هذه سكر بقى نعطينا ورود وليفز وكذا يعني شويتين هنا تزيينه. اما هنا راح نبدا اللي هو راح نحط فيه ليش انا كسرت انا غبي المفروض ما اكسر لان انا راح احط فيها اللي هو الحركه هذه بالشفل كذا كذا. فيلا نبدا طيب كذا 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 بشكل عشوائي. فهذه لازم نرجع بها فشيء كذا عشان نحط بها كذا. طيب نجيب من هنا نجيب هنا كوبستون كوبستون نجيب جراس اي صح انا عندي مشكله بالبلوكات هذه عندي مشكله والله فيها. طيب نكسر كذا الطريق راح احط اول الطريق المبنى هذا راح يوصل للطاحنه وبعد الطاحنه راح يوصل للمكان هذا وبعد المكان الافران راح يوصل للقلعه. طيب راح ابدا اطلع هنا الطريق اوصله هنا لان عندي مشروع اللي هو مشروع اغلبكم قال لي اياه بالحلقات الماضيه قالوا يا جست سو اللي هو مبنى راح مبنى المشتركين يعني انت عندك فكره تعطيني اياها وانا احطها بالتاج مو بحط بالتاج احطها بالايتم او احطها بكتاب على شكل كتاب. فراح اسوي هذا بالطريقه بس ما راح اسوي مبنى او مباني يعني زي ما انتم شايفين اغلب العيال مسوينها راح اسويها بطريقه ثانيه ان شاء الله راح تشوفونها بالحلقات الحلقات الجايه مو بالحلقات الماضيه الحلقات الجايه. طيب خلنا نرجع للمحور حديثنا نسوي كذا 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 طيب الشكل هذا ونوصله مع الطاحونه فكذا كسر 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 طيب كذا كويس بعدين يلا مش 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 كذا طيب كذا 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 خلونا بس نشتغل على شيء هنا بسيط بعدين عاد اخليها الريبلاي يصور. طيب نجيب الاندي سايت ونسويه بالشكل هذا كذا يعني بالشكل هذا يعني شيء كذا 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 اوكي بالشكل هذا يعني ونجيب بعد اللي هو فنس بالشكل كذا فنس وبعدين نكمل هنا شيء بسيط ونحط اندي سايت راح يكون فيه اللي يسمونه كذا 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 ايوه كذا ايوه بالشكل هذا ونحط كذا بين الشيء هذا كذا ليفز بالشكل هذا طيب كذا طيب شيء كذا كويس حاليا ماشي الشغل معي. بعد نحط ليفز تحت بالشكل هذا كذا ايوه الشكل كذا ضابط بس يبغى له اشياء نضيفها من هنا يعني مثل جراس هذا نضيفه كذا بالشكل هذا وبعدين عندنا هنا بعد نضيفه كذا بالشكل هذا وكذا كذا كذا عرفتوا يكون بالحواف وبعدين الشكل هذا انا وش حطيت ايوه يكون فوق يسمونه نسيت اللي هو السلاب هلا قاعد يشتغل عندي ذا. طيب زين عندنا يشتغل ذياب فنجيب هنا وش دخل ذياب اللي هو عبادي عنده ستوج بريك سلاب فراح نستخدمه فوق هذا. طيب كذا لا يعني ما راح نكثر راح نحط كذا اشياء بسيطه يعني اشياء بسيطه صح اشياء بسيطه. طيب كذا وكذا نحط على هنا حبه وبس كذا الشكل وبعدين يا اخوان راح نحط نكسر هذا اوكي ونجيب الجراس جيب جراس حطينا جراس ليش ما حطينا الجراس ايوه كذا ايوه طيب زين
وبعدين راح نحط كذا بين كل شيء عشوائي راح نحط فيها اكود اكود محلل عشان كذا انا جايبه عشان كذا وكذا وكذا وكذا. اعطونا رايكم على يسمونه الطريق هذا من 10 يعني قيموه، اعطونا الاشياء اللي تبون اضيفها الاشياء تكون واقعيه يعني ما تخرب الشكل، واذا انت يعني مو متوقع انه راح يخرب الشكل راح ادخل كرياتيف وابن الشيء اللي انا قاعد اسويه وحط الاضافه اللي انت تبيها وشوف الشكل كويس ولا لا، وبعدين عاد اكتب لي بالكومنتات وان شاء الله انه يكون شيء كويس. طيب نسوي بكذا نحطنا الكرافتنج وسوينا سلاب بالشكل هذا. طيب كذا 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 يعني بالشيء هذا زي كذا. هذا زي ما قلت انا هذا راح يكون بين الرقيات يعني الاشياء الرقيه نحط كذا. طيب المشكله يبغى لي اني اكبر الطريق فبس كذا، اتوقع ان كذا خلاص مره كويس ترى مره الحين زودت انا. هذا الحين نص الطريق او نص الشكل لان باقي هنا راح نحطه هنا بالجهه الثانيه، وبعد بالجهه الثانيه يبغى لي اكبر الطريق. انا مره الحين حاليا قاعد اني شو اقول لكم اصغر الطريق فيبغى لي اني اكبره فيا. طيب حاليا راح اثبت الكام علي وهي قاعده تصورني وانا قاعد اشتغل معي عبادي قاعد يساعدني، فخلونا اخلي الريبلاي يصورني وانا راح اخلص الشغل وانتم قاعدين تشوفوني من فوق. فيا يلا نسوي كذا. يلا مع السلامه اخو، مع السلامه. طيب رجعنا لكم بحوالي تقريبا ساعة، لان قبل شي شايف في الريبلاي طلع عندي 53 دقيقة وانا قاعد اشتغل على يسمون الممرات. يعطيه العافية عبادي جاي يساعدني فيعطيك العافية عبادي. طيب نحط كذا وخلاص. طبعا هذا هو الشيء النهائي او الطرق كذا، هذه شكلها النهائي. فاعطوني رايكم فيها، وش رايكم وش الاضافات اللي عندكم اكتبوا لي بالكومنتات. طيب عندي شيء واحد ما ادري كيف يعني بحل هذه المشكله اللي هو عندي يسمونه لو تجون هنا عندي 7 اللي هو بلوك يعني يقدر يرسبن اللي هو الموبس، فهنا عندي ظلام فما ادري كيف اشمعها وما ودي اني اتركها لانه تجي كذا كذا. ايوه 10 يعني كويس هنا ما راح يرسبن عندنا يعني كم 9 7 ايوه 8 10 في احتماليه بسيطه انه يطلع عندنا. فابغاكم انتم تكتبون لي بالكومنتات وش الحل للمشكله هذه، فوالله هذه مشكله قويه قسم بالله فما ادري كيف بحلها. طيب عندكم هذا الطريق انا حط هذا ما ادري ليش، فوالله ما ادري كذا عبيط ما ادري ما في مكان هنا فحطيته كذا. اخ والله صراحه طلعت عندي افكار مره خرافيه. عندي الارض هذه اللي هذه وينها، ايوه هذه الارض هذه الصغيره، ف ممكن نسوي فيها شيء، ممكن نحطها يعني بحيره او اني احطها اشياء يعني كزينه يعني او ديكورات. فاكتبوا لي بالكومنتات وش احط في المكان هذا، واعطوني بعد بالكومنتات هنا عندي في القلعه هذه جتني فكره كويسه اني احط يسمونهم اللي هم اللي يكون لابسين دروع يكونون هنا، هنا واحد وهناك واحد ما ادري اسمهم اللي تلقونه في بعض الاماكن في القلعه كذا تكون يحطونها فيها زي ما تكون فهمتوا. فانتم ابغاكم انكم تدوروا لي حتى لو انه باليوتيوب عادي لو التماثيل اللي لابسين دروع وكذا والحركات هذه، فابغاكم انتم تدوروا لي باليوتيوب وتعطوني الرابط
وان شاء الله عاد انه يكون شيء سهل، ابغى شيء يعني يكون متناسق مع المبنى هذا او ايش اقول لكم المنطقه حقتي تتناسق معها، يعني مو بجيب لي حقه يسمونها ساند وكذا، مو بحقتي ذي، ابي حقه يعني شيء كويس يعني عرفتوا على الكوبستون والبريكستون يعني نفس الديزاين. طيب فبس هذا الاشياء اللي اتوقع خلاص، هذا الاشياء اللي اوريكم. فوش الاشياء الاضافه؟ اي صح نسيت اقول لكم بعد الارض هذه، انا عندي الارض اللي راح ابني فيها يسمونها المشروع للمشتركين، الافكار المشتركين، فكذا سكر هذه كذا وبس. طيب في الحلقه الجايه اكتبوا لي بالكومنتات تبونها لعب مع الالعاب، منطقه العاب مع العيال، انا اجيب لي ثلاثه كذا من العيال والعب مع العيال يعني في منطقه الالعاب، لان فيها العاب كثيره ما ودي اني اوريكم اياها حاليا. اتوقع انكم شايفين بمنطقه مو بشتخل هذه في هذه، اتوقع انكم شايفين انتم بعد عند العيال، ف يعني ما ادري وشو، فانتم اكتبوا لي بالكومنتات. وانا الحلقه الجايه تكون لعب مع العيال في منطقه الالعاب، لان تقريبا حوالي تقريبا 3 شهور اخر لعب مع العيال في منطقه الالعاب، فانتم اكتبوا لي بالكومنتات تبونها كذا لعب مع المشتركين، مشتخ المشتركين لعب مع العيال في منطقه الالعاب، او انها يسمونها المشروع حقت سمونه مش قلت لكم مشروع حقت مشروع الافكار حق المشتركين، احطه كذا مبنى مو مبنى مشروع، راح اوريكم اياه بالحلقات الجايه ان شاء الله. طيب بس هذه تقريبا الاشياء اللي عندي، والله صراحه تعب مو بصاحي يعني تقريبا ساعه كامله وانا قاعد اصور بالريبلاي، فيا طيب هنا وصلنا اخر مقطع، يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده، كان معاكم جست او ام جي اف جي، نشوفكم الحلقات الجايه، السلام عليكم.